قال الله تبارك وتعالى على لسان مريم: فلن أكلم اليوم إنسيا. كلهم ينتظرون من مريم الكلام، ولكن السكوت هنا دفاع عنها كما ذكرنا من قبل. ولكن الجمال هنا في هذه الآية كما قال الإمام الزمخشري أن السكوت هنا عن السفهاء أمر واجب. إذا نطق السفيه فلا تجبه، خير من إجابته السكوت، فإن أجبته أثلجت صدره، وإن تركته كمدا يموت. فعندما تتحدث مع القوم الذين لن يستجيبوا لكلامك فلن تنتفع بذلك، أما أن تسكت في وقت هم يتحدثون ويريدون أن يستمعون فأقول لا، يجعل المواقف هي التي تتحدث ولا تجعل لسانك هو الذي يتحدث، فالسكوت أبلغ من الكلام.